نتكلم كفرقة مع خسارة مباراة مع خسارة بطولة، رد الفعل كان بالعنف ده. بطولة وطبعا حق الناس تزعل دي حقيقة، وتكبر دي حقيقة كده. وتتضايق، وبطولة مضمونة السنة دي وبطولة مضمونة السنة فاتت وبتضيعها. بس يعني أنا عاجبني اللي بقالهم 48 ساعة أو 3 أيام دلوقتي، لا بقى خلاص ارمي ورا ظهرك دي حقيقة. وساند، حتى بدأوا يقفوا مع إمام وبدأوا يقفوا مع اللعيبة، وده أمر كويس يعني. أنا شايف البطولة برضو بتاع 2018 يا كابتن، كنا كسبانين الترجي هنا 3-1 و3-0 ورحنا هناك. هناك، دي بالنسبة لنا كانت، كان معظم الجمهور مطمن إن النتيجة هنا حلوة، ورحنا هناك فعلا كانت بالنسبة لنا صعبة جدا، كانت وبالنسبة قاسية. للجمهور بالظبط، وبالنسبة للجمهور كانت بالنسبة لنا صعبة جدا. بتخرجوا ازاي من الأزمات دي؟ والله يا كابتن بالقفلة بنجمع بعض، يمكن أنا كنت بكلم أوفا من كام يوم وقلت له على آخر مرة اجتمعوا فيها مع بعض، ايوه كان تقريبا أوفا كان عامل العزومة وأنا كنت موجود فيها، لو ايوه حياتك كنت يا متواجد يا كان كابتن. فترة طويلة. هي احنا كنا اتعودنا نخرج بكده يا كابتن ايام الجيل القديم، كنا ممكن في اوقات زي كده كل اسبوع، كل 4 ايام كل اللعيبه شهر مرة. يعزموا بعض في بيت حد، بنتلم بنبقى كويسين جدا، بنستنى اقرب ماتش الناس هي الحاجات دي بتخرج باللمه مع بعض والاجتماعات مع بعض. سامع الصوت؟ طبعا يا كابتن جمهور الاهلي حاجه علي الصوت يا بيومي. حاجه عظيمه يعني، جمهور جبار يعني، وجمهور فاهم، عارف امتى التوقيتات ان اللعيبه محتاجاه بيبقى موجود، عارف امتى ان يقدر يلوم اللعيبه عشان ياخد منهم احسن حاجه، لا جمهور فاهم كويس جدا. طيب يعني احنا خلي بالك النهارده اول حلقه وبدانا واتكلمنا وجبنا نجم جماهيري زي حضرتك ربنا يخليك. والجمهور الجمهور 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 وكل المقدمات وكله كله، لكن امتى الجمهور اللي هو المساند الاول اللي هو جمهوره ده حمايه اللي هو على الحلوه والمره معاه، امتى احيانا ممكن يكون كالدبه التي اذت صاحبها بلاش قتلت صاحبها؟ وانا بقول قلت لحضرتك يا كابتن مش هي الجمهور يعني فاهم كويس جدا، مش هو ده اللي هيقتل، اصل في ناس بتندس، في ناس كده بتدخل في النص. ممكن دول مش كتار يا كابتن، خلينا نكون منصفين. على لا السوشيال ميديا بقت تخاف، ما بتبقاش عارف مين اللي معاك ومين اللي عليك. انا مع حضرتك، بس لما النادي فعلا او بيبقى محتاجين الجمهور بيبقى موجود، وزي ما قلت لحضرتك فاهم كويس جدا، وعلى مدار سنين كتير جدا جينا في اوقات كنا امور بالنسبه لنا صعبه جدا، الجمهور كنا بنلاقيه متواجد يا كابتن. لا هو جمهور الاهلي مختلف، جمهور انت الاهلي مش قلقان فاهم. من الجمهور؟ لا لا خالص، لا خالص. الازمه اللي حصلت في اسكندريه مع مباراه سموحه والغضب من بعض الجماهير وحصلت ازمه كده، الحمد لله انتهت بسرعه يعني، لكن شايف برضو كان سببها ايه؟ التعامل معاها كان التعامل الاصح ولا ايه؟ هو طبعا وقتها كان شناوي تقريبا، انا ما بتكلمش على الشناوي، بتكلم انه مبدا ان الجمهور يهاجم اللعيبه برضو كانت صعبه شويه، وانت كسبان دوري وكسبان مباراه وفي اخر دقيقه دي ومطول، جديده، دي جديده مش كابتن. كده برضو؟ بس ده برضو مش جمهور الاهلي يا كابتن، ده مش جمهور الاهلي خالص. ممكن يكون حد ليه هدف معين، لكن ده مش جمهور الاهلي. جمهور الاهلي زي ما قلت لحضرتك جمهور فاهم، جمهور عارف كويس جدا، جمهور لما النادي بيحتاجه بيبقى موجود، اوقات صعبه بنلاقيه موجود على مدار السنين اللي فاتت. لا جمهور الاهلي مختلف، جمهور الاهلي فاهم، جمهور الاهلي مش هو ده خالص اللي يعمل كده كابتن.